خلينا ننتقل هلا لحتى نشوف شو الاطباق اللي رح نحضرها مع بعض اليوم. عندنا اول طبق رح يكون مكرونه، رح نحضر مكرونه بالجمبري والسبانخ، رح نحضر كمان سلطه الكرومب والزبادي اللي هي مفيده جدا وبترطب وبتخلصنا من الاحتباس بالاحتباس المي بالجسم. وبتالت فقره عن رح نحكي عن حساسيه البيض اللي هي خاصه عند الاطفال، ولحتى نقدم لهم للأطفال كيك رح نعمل لهم كيكة من غير بيض إذا كان عندهم حساسية على البيض. رح نبتدي أول شي بأول طبق معنا اللي هو المكرونة بالجمبري والسبانخ ونشوف المقادير. نحن بحاجة لعلبة مكرونة مسلوقة، أنا فضلت استعمل المكرونة التاجلياتيل اللي هي الطويلة. بحاجة لمعلقتين كبيرة زيت زيتون أو ممكن تحطوا كمان زيت نباتي، 4 فصوص ثوم مفرومة، ربع كوب فلفل أحمر مفروم، كيلو جمبري ممكن تكون حبة وسط أو حبة صغيرة، ملح وفلفل أسود، معلقة كبيرة زعتر ناشف، وتقريبا 400 جرام أو نص كيلو من السبانخ اللي ممكن تكون مثلجة كمان. واخيرا رح نحتاج لنص كوب جبنه بارميزان مبشوره حتى نزين فيها الطبق. لكن هيدي هي المقادير هون قدامي عم بتشوفوها كلها. في عنا السبانخ، عنا الجمبري اللي انا عم بستعمله هو حبه صغيره بيطلع شكله احلى لما يكون عم نحطه بالمكرونه، وطبعا انا سلقته من قبل بوقت لانه الاكله ما رح تاخذ معنا وقت على النار كتير. يعني بنسلق المكرونه، السبانخ اذا طازه إذا منا تلجة ممكن كمان نجيبها ونقطعها وفيها تكون نية، مش لازم نكون عم نسلقها من قبل، أحسن ما تكون عم تخسر كتير من الفيتامينات والمعادن اللي موجودة فيها. أما المكرونة كمان عندي إياها هون على بقلب الحلة مسلوقة، بقلب الحلة قدامنا عنا المكرونة مسلوقة لأنه بدنا نرجع نزيدها بالآخر فوق الجمبري حتى ما مش رح نزيد لها مي، فما بنقدر نحطها نية، لازم تكون مسلوقة وجاهزة من قبل بوقت. رح نحطها على جنب هلا وابتدي اخذ هيدي الحلة وابتدي بالتحضير. بالبداية رح بلش مع الزيت والثوم والفلفل، بقلبهم مع بعضهم. حطيت شوي الحلة على النار بالأول تسخن، نرجع منحط مع الزيت. مثل ما قلت لكم ممكن تحطوا زيت نباتي، ممكن تحطوا زيت زيتون، اهم شيء نركز على الكميه. انا عم بستعمل لكل هالاكله معلقتين، منا بحاجه لاكثر من هيك ابدا. ثوم كترت ثوم، كل ما كترنا ثوم كل ما الطعم كان احلى مع المكرونه والجمبري، الثوم كثير بليق وبنفس الوقت الثوم مفيد جدا جدا للصحه. لكن هيدا الثوم، زيت الزيتون على فكرة بيحمى أسرع من الزيت النباتي، يعني أول ما يتعرض لدرجة حرارة عالية دغري بيحمى، مشان هيك دايما منقول منه مفيد نحمر فيه البطاطس ونستعمله بكمية كبيرة على النار، لأنه لما يحمى بسرعة ونتركه عم يحمى كتير بيفقد من المزايا، بيفقد كل المزايا تبعه وبيبطل مفيد لصحة القلب، بالعكس بيصير يحتوي أو بيتفاعل مع النار وبيعمل مواد مسرطنة. لكن الثوم مع الفلفل بالأول، يعني لاحظوا قديش الزيت حامي، لو كنت عم بستعمل زيت نباتي كان أخذ شوية وقت أكثر ليحمى. رح أرجع أخذ الجمبري، مثل ما قلت لكم انا سلقته شوي من قبل بوقت، يعني حاطته 5 دقائق على النار حتى ما ياخذ معي كثير وقت، بس انتم عندكم فيكم حتى الجمبري ني تشيلوه من الفريزر مثل ما هو وتحطوه مع الخضار، بس ساعتها بده ينزل مي كثير لانه رح يكون متثلج وفيه مي، ممكن تتركوه شوي يدوب حتى ما ينزل ميته. بتعرفوا مية الجمبري هي مي زفرة، يعني فيها زفارة، عشان هيك أنا سلقته قبل بوقت تشيل الزفارة وما خليت يكون فيه مي زفرة. هلأ من بعد الجمبري رح ناخد
السبانخ. حتى بقلب الأكل ندخل نوع من أنواع الخضار المفيد جدا، وحبيت دخل السبانخ. كلنا بنعرف أنه بنعمل مكرونة بالجمبري، بس قليل يمكن اللي بيحضروها مع السبانخ. وجربوها عندكم لأنه طعمه كتير طيب. لكن حطينا السبانخ وحطة فلفل أحمر، هيك بنكون دخلنا على الأكلة خضار. رح حط شو رح نستعمل توابل؟ رح نحط زعتر اللي هو الزعتر الناشف أو الأوريغانو، ورح نرجع نحط، ما رح كتر ملح، يعني بدل ما احط معلقة رح احط نص معلقة، لأنه السبانخ لما تنطبخ بتطلع الأملاح اللي فيها، فتما تطلع الأكل كتير حادقة ما منكتر ملح لما نكون عم نطبخ السبانخ. رح نرجع نخلطهم منيح. مساء الخير يا مها. ألو، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازاي؟ انا سمعتك، ازيك يا مها؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ كويسه، كله تمام. دكتور انا ابني عنده 8 شهور ونص. اوكي تمام. انا جبت له اول امبارح سبانخ وكنت عايزه اعملها له، بس انا دلوقتي لما عارفه ان هي فيها ملح كتير، هل دي امان ان انا اكلها له ولا لا؟ ولو اكلها له اعملها له ازاي؟ يعني ايه امان؟ اكيد امان. هلا هي فيها ملح، فيها الصوديوم، بس بنفس الوقت فيها معادن الثانيه مثل البوتاسيوم اللي هو بيشتغل عكس الصوديوم، يعني بالعكس هي مفيده جدا. واول شيء انا بنصح فيه ندخله للاطفال من عمر 6 شهور اول ما يبتدوا يتناولوا الماكولات هو السبانخ، مفيده جدا. مهم انت تكوني عم بتحضريها من غير ملح. بطبيعه الحال الاطفال كلها لما بدنا نحضر لهم اكل بده يكون من غير ملح نهائيا نهائيا. طبعا طبعا انا مش بدخله ملح دلوقتي، بس هو عامه الدكتور بتاعه قال لي ان انا اكله من الاكل بتاعنا عادي. كل الاكل حتى لو انت طابخه بملح وتوابل وزيوت وسمنه وزبده عادل؟ هيك قال لك؟ قال لي لا، قال لي بس طبعا خفت السمنه والزبده، هو ده اللي علق عليه، يعني قال لي خفت السمنه والزيت وحاولي ما تاكلوش اكل مسبك. قال لي طبعا حاولي تخفي الحاجات دي. وانا طبعا بدي ازيد على هذا الموضوع انه التوابل اللي بتشطه طبعا ممنوعه، توابل اللي كتيرة، يعني فينا نحط له شوية قرفة، شوية كمون، هلا مش مشكلة، يعني ممكن ربع معلقة بالطبق تبعه، ممكن نحط له فلفل أسود ربع معلقة، بس مش كلهم مع بعضهم ومش بكمية كبيرة، يعني أنا ما بفضل. حسب أنت كيف تطبخ، إذا بتطبخي بتوابل أنا كتير. والله بقيت بخف التوابل كلها عشان هو، يعني أنا بقيت بأكلي دلوقتي بعمل كده عشان أبقى محتاج إن هو دايماً بيبقى عايز ياكل من الأكل بتاعنا، فبقيت بخف أي توابل على قد ما أقدر. بس عندي سؤال برضه يا دكتور، معلش. اتفضل. هو دلوقتي قالوا لي دخلي دهون، قال لي دخلي دهون طبيعية اللي هي الصحية زي زيت الزيتون. ممكن. بس أنا قريت إنه غلط إن إحنا نسخنه على الهواء، نسخنه أكتر على النار. طبعا انا دايما بقول يعني زيت الزيتون افضل نكون عم نستعمله على البارد، او اذا بدك تستعمليه على النار بدنا نكون عم نستعمله بكميه قليله مثل ما انا حطيت. واذا عم تحضرينك انت اول ما بلشت الطبق فرجيتكم كيف زيت الزيتون بيحمى كثير بسرعه، مشان هيك ما فينا نستعمل كثير زيت الزيتون بكميات كبيره على النار لانه بيتحول وبيصير مسرطن. يعني هاي درجة الحرارة غلط انه يتعرض لها لدرجة حرارة كبيرة زيت الزيتون. بس هلا اذا بدنا نرجع لابنك، ممكن تكوني عم بتحطي له زيت زيتون، يعني تطبخي الطبخة من بعد ما تخلصي الطبخة بتحطي مثلا معلقة زيت زيتون من بعد ما تكوني طفيتي النار. انا ماني مع انه بهالعمر، عمره 8 اشهر قلتي لي، يكون عم يتناول من نفس الاكل اللي انت عم تطبخيه. أنا بفضل ضلوا هيك لعمر السنة تبقي عم بتحضري له، يعني تشيلي له حصة صغيرة، مثلا عم تعملي سبانخ ورز للبيت، تشيلي حصة صغيرة لإله وحده تطبخيها بزيت قليل على البارد مثل ما قلنا، بتوابل كتير كتير قليلة. ما بفضل إنه نكون عم ندخل عم نطبخ أو عم نطعميه من الطبخة اللي محضرينها بالبيت، لأنه مثل ما قلت بيكون فيها زيوت كتير، سمنة يمكن، زبدة، توابل كتير. أنا فعلا هو بيتعب جدا بعد الأكل، ما هو هذا هو السبب. بس هو بيتعب يا حرام. طبعا هذا هو السبب، أكيد رح يتعب من بعد ما تكون عم ياكل أكل البيت العادي. طب إيه بديل السكر لو أنا عايز أعمل له مثلا زي كيكة بتاعت حضرتك النهاردة؟ لو انا مثلا عايز اعمله كيكه من غير بيض، انا عجبتني ان هي من غير بيض، بس انا مش عارفه اعمل ايه بدائل للسكر، يعني هي اكيد فيها سكر. ممكن تستعمل سكر الفاكهه اللي انا عم بستعمله،
سكر الفاكهة لأنه هو سكر طبيعي من الفاكهة أصلاً. يعني أنا ممكن أستخدم السكر ده عادي؟ ممكن تستخدمي له السكر ده عادي، ما فيش مشكلة، بس بتطعميه كمية قليلة من الكيك لحتى ما كتير يتعود على الطعم المسكر. أوكي تمام تمام، ميرسي يا دكتور. ميرسي يا دكتور. ميرسي على اتصالك. كتير عم يجيني إن كان اتصالات ولا أسئلة على الصفحة عن مواد عن تغذية الأطفال. طبعا احنا عندنا رح يكون في حلقات مختصة عن هالموضوع، ورح كون عم بحضر معكم أكلات خاصة فيهم ونحكي بالتفاصيل عن بداية ما بدنا ندخل الأكل عند الطفل، شو معقول ندخله، شو المأكولات المسموحة، شو المأكولات الممنوعة. بس مثل ما قلت لكم كمان ذكرت امبارح بالحلقة انه الأسبوع الجاي رح يكون عندنا أسبوع كامل بس عن دخول الأطفال إلى المدرسة، لانش بوكس، شو منبعت معهم، شو المسموح كمان وشو الممنوع. ومن بعدها ننتقل للسيدات الحوامل، وطبعا من بعدها على طول رح نحكي مع بعض بالتفاصيل عن تغذية الأطفال أول ما يبلشوا يتناولوا المأكولات الصلبة، شو معقول ندخل. الأكلة على النار ما بدها كتير وقت، 5 دقايق ومنشيلها. رح ناخد فاصل صغير ومن بعدها بنرجع لحتى نحضر مع بعض سلطة بترطب كتير خاصة بهالحر وبهالشوب اللي نحن فيه. تناول السلطات مهم جدا. نرجع بعد البريك ومنحضرها مع بعض. رجعنا معكم مشاهدينا، ومثل ما رح تشوفوا هلا قدامي طبق المكرونه مع الجمبري والسبانخ صار جاهز. بعد عنا الجبنه اللي هي بنزيدها بالاخير من بعد ما نكون غرفنا الطبق، ممكن نزين فيه بالجبنه اللي هي جبنه المبشوره بارميزان. انا هون عم بستعمل جبنه البارميزان اللي هي اكثر جبنه ممكن تكون عم بتليق على المكرونه مع الجمبري، بس ممكن اذا حبيتوا تحطوا التشادر، اذا عندكم تشادر بالبيت وحابين تحطوها مش مشكله، بس البارميزان هي الجبنه المضبوطه لتنحط فوق هيدا الطبق. حطيت تقريبا معلقتين كبار ورح نقدم الطبق وهيك بيكون صار جاهز.